منظومة الدفاع الأوكرانية واحدة من عناصر قوة الجيش الأوكراني، والرادار MR-18 واحد من أهم أجزاء نظام الدفاع عنده. لكن الغريب هو انتشار فيديوهات للدرونز الروسية وهي بتدمر الرادارات دي، وأوكرانيا اشتكت من عدم قدرتها على التصدي للدرونز والصواريخ الروسية. الرئيس الأوكراني زيلينسكي طلب من حلفائه تزويد أوكرانيا بما لا يقل عن 7 أنظمة باتريوت أمريكية، لكن لحد دلوقتي أمريكا ما تزود أوكرانيا بمنظومة دفاع صاروخية. روسيا بتقضي على بقايا سلاح الدفاع الجوي الأوكراني حسب كلام السوشيال ميديا الروسية، ولنشرت فيديو لتدمير درون روسي للرادار الأوكراني MR-18 بصاروخ KH-35U.